هلا هلا، بصي في عينيا، انتي حتنامي، انتي نايمة يا هلا، انتي نايمة نايمة. انت نمتي خلاص كالمعتاد، هتنفذي اللي هقولك عليه بالحرف الواحد. المكان اللي قلتلك عليه هتروحي له الليله دي، فاكر العنوان كويس؟ ايوه، هتروحي هناك والساعه بتدق 12. حاضر، انا تحت امرك. قربي خطوتين واتجهي يمينك. تنسي كل اللي حصل الليلة دي، انت ما شفتنيش، ما فيش حاجة لا يزال القس المجهول متواريا عن الأنظار يتابع نشاطه ضد شركة التأمين، وقد حصر سرقاته في المجوهرات الغالية المؤمنة لدى هذه الشركة.
استاذ حسني ممكن تيجي في مكتبي شويه؟ قريت استاذ جمال لغاية دلوقتي 12 جوهرة مؤمن عليهم في شركتنا اتسرقوا فعلا. بوليس الشركة الخاص عمل ايه؟ طبعا ولا حاجة فعلا. لازم نشوف طريقة. الشركة مش مستعدة تدفع مبلغ 150 ألف ليرة قيمة بواليس تأمين. أنا مش عارف ليه اللص قاصد شركتنا بالذات. فعلا ما عندكش غير فعلا؟ فعلا. لازم نلاقي حل سريع. ما تقول لي رأيك. رأيي لازم نلاقي حل سريع. الحل الوحيد لازم نلاقي اللص بأي طريقة، وإلا مستقبل الشركة هيبقى في خطر. فعلا قصدي بلغت كل تجار المجوهرات لو حاول اللص يبيع المسروقات. ده كلامي يا أستاذ حسني. لنفرض ما باعهمش، عاوزين نوصل لنتيجة سريعة. أرجوك بلاش فعلا دي. فعلا عندي فكرة. شو رأيك نبلغ البوليس؟ لا مش معقول. لازم الشركة تنهي الموضوع ده عشان زباينها. عاوزين نلاقي طريقة من غير ضجة. في بوليس خاص اسمه عين عنتر ابن حداد، متخرج من معهد البوليس الخاص الدولي. شو رأيك لو نستخدمه؟ ماليش دعوة، المهم نكشف اللص والا هيتخرب بيتي وبيتك. فعلا يعني استخدامه معقول؟ فعلا فعلا. اهلا وسهلا بكم. تفضل عود. شكرا. لا على الكرسي اليمين. حاضر. غرض الزياره؟ الموضوع لازم شرح طويل باختصار. شغل تفضل فوق. حاضر. بعتقد حضرتك الاستاذ عنتر ابن حداد. ايوه واسمي مذكور بمفكرتك صفحه 15. سيكاره؟ شكرا. الداعي حسني قهوه. مكتوب امور. تفضل. نعم أنا جاي بخصوص موضوع سرقة المجوهرات اللي حصلت بشركتكم. مظبوط. كمل. وقررنا بالشركة استعانة في مشان اكتشاف اللص. كمل. كمل أنت بقى. يعني متفقين؟ على طول. ابتسم للكاميرا.
أني كاميرا؟ اليمين. أنا عادة باخذ صورة لعملائي بحتفظ فيها بالأرشيف. أيوه. تفضل هي نسخة. لك والله مظبوط. رح تطير لي عقلي أنت. هلا بتجي سكرتيرتي تتفق معك على التفاصيل. أستاذ عن إيه هو برنامج العمل؟ برنامج العمل لازم يقابل مدير الشركة. إمتى؟ فورا. بونجور مادموزيل. بونجور. الأستاذ عنتر ابن حداد بوليس سري خاص، مدموزيل سعاد سكرتيرة الشركة. شرفنا يا أستاذ. أنا فور أس. المدير موجود؟ أيوة. طيب عن إذنك تفضل. أهلا سيد عنتر. أستاذ جمال مدير الشركة. تشرفنا أستاذ جمال. الحقيقة بعد اللي شفته من استعدادات ببيت الأستاذ عنتر أنا واثق تماما بأنه رح يكتشف الحرامي خلال ساعات، بل خلال دقائق. العفو يا بيك، بعض ما عندكم. بس مش باين عليه شخصية البوليس السري. طبعا مش لازم يبان باعتباري بوليس سري خاص. فعلا معك حق. تفضل أستاذ عنتر. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أظن الأستاذ حسني فهمك على التفاصيل. فعلا، إنما أفضل بالأول نتفق على النواحي المادية. طبعا طبعا. قديش قيمة بوليس التأمين؟ 150 ألف ليرة. بسيطة. لو قلنا 5 7 9 0 بتقول 150 ألف بالمئة 10 15 ألف ليرة بس. 15 ألف ليرة؟ بعتقد كتير أستاذ عمدر. كتير؟ بستأذن، أنا وراي حرامي تاني. طول بالك، نحن ما عندنا لا المسألة فيها أخذ وعطى. صحيح، لكن أنا عم أقدم لكم مواهب، ما عم أبيعكم فجل ومجوهرات. خلاص يا أستاذ حسني، ما فيش داعي للكلام، هنحضر لك عقد بالمبلغ اللي انت طلبته يا استاذ عنتر. مدموزيل سعاد، ممكن تيجي في مكتبي شوية؟ نعم استاذ جمال. حضري عقد باسم الاستاذ عنتر ابن حداد كبوليس خاص للشركة. حاضر، العنوان من فضلك. بليز اكسكيوز مي. تفضل قول. العنوان 5C11/7 مكرر، الباب الثاني شمال. مش فاهمة. طبعا هذا عنوان سري. على العموم انا فاضي الليلة الساعة 9. مبروك استاذ عندك. الليلة انت مدعو على العشاء احتفالا بانضمامك للشركة. لا، الافضل زور اماكن السرقات بالاول. أنا تحت أمرك. ألو. ألو، أنا سعاد. إيه؟ اسمه إيه؟ عنتر ابن حداد. طيب راقبيه كويس. قلتوا لي عايزين ايه؟ نحن مندوبين شركة التأمين، جايين نحقق بسرقة الخاتم. اهلا وسهلا. طيب ممكن تقلي لنا، ممكن تقلي لنا
كيف سرق الخاتم؟ مش عارفة، كان مرمي في الدولاب ولما جيت من الكباريه كان اختفى. طيب ما بيجوز وقع من ايدك من كتر الهز؟ لا متأكدة. مطول التمرين؟ بدنا نعرف نحكي كلمتين. لا لا ساعتين بس. يا شاكر ساعتين بس من أجل زيارة لبعدين. طبعا لحتى ما يطلع التحقيق مهزوز. أوروار، إن شاء الله بس نلاقي الخاتم منرجع لك الحرامي. بيقصد لما منلاقي الحرامي منرجع لك الخاتم. باي باي. أوروار ما تنساش الخاتم بقى. ألو دار الولادة؟ المدير من فضلك. كريس أنا بي الدكتور لسه ما وصلش. ايه يا سيدي زي بعضه دكتور اتنين تلاتة دستة ابعت المستشفى بحاله. متشكر قوي. ايه اطمني اطمني يا أمينة، بعتك الدكتورين مش واحد وزمانهم جايين في السكة. مش قادرة استحمل يا أمين. طيب تعالي تعالي لازم تطلعي أوضتك. يلا. الجوهرة المسروقة من هون مأمن عليها بثلاثين ألف ليرة. الشركة عملت تحقيق بالموضوع؟ لا مو ضروري. تفضل. أهلا وسهلا. أظن حضرتكم. إيه نعم، وحضرتك يكون من أمهر الاختصاصيين بهالمجال. فعلا أهلا وسهلا. بكده أكون مطمن أكتر. بكل تأكيد يا بيك، بكل تأكيد. عندي شوية سؤالات روتينية عن الوضع إذا سمحت. بتسمع؟ بتشك شي بالخادم؟ لا لا أعوذ بالله. وطي صوتك. في شخص كان يتردد على البيت كتير بغيابك؟ أبدا 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 أبدا. طيب يعني ممكن يكون حدا من الأصدقاء؟ أعوذ بالله، أنت بتقول إيه؟ إيه الكلام ده؟ يا بيك لا تستغرب، كل شيء ممكن بهالأيام. معقد شوي. المهم تكون النتيجة خير إن شاء الله. ممكن نشوف الست صاحبة العلاقة؟ طبعا طبعا، هي بانتظاركم فوق. أقدر أكون معاكم؟ الأفضل لا. كن مطمئن، كن مطمئن. كان في عسر بالتحقيق. مبروك ولد. ولد ربنا يبارك فيكم. ولد حسمي أمين. أمين أمين يا أمين أمين. أظن جينا لمهمة تانية. لك طبعا تحقيق عسر. صح أمين. مدام نستا. لا صورة رودولفو جوزي. يا ساتر هو هون البيت؟ لا مات. أوه.
عنده حق، نفق بجلده. تعالي لازم انت تعرف الصورة دي. اظن صورة حماتك. اي ديوس ميو، كيس استو ماما ميا؟ لا دي انا لما كان عروسة. ما شاء الله. من كم سنة الصورة هاي؟ 150 سنة. فظاعة، هيئتها مو متغيرة ابدا. نفس الجاذب. كم سنة عمر خريستو؟ خريستو 200 سنة وخمس ايام. ايموا اموري ميو 99 سنة. سن المراهقة. فظاعة، كيف عرفت؟ تفضلوا بتاكل معي. حسبي تفضلوا. هذا الحرامي سرع عائلها مع الجوهرة. أنا مبسوطة فيك. حسبي أنت بيقعد هون دقيقة أنا أجيبه أكل. حاجبه. أنا شايف وقعنا مع ست مهزوزة تمام. عندك حق مسيو خريستو. أنا حسني يا مانولي. عفوا مسيو خريستو. لذيذ قوي. بلحق قليل شوي. بردون مدام. ممكن ندخل بالموضوع؟ تحكي لنا عن السرقة اللي حدثت عندك في البيت؟ أيوة، واحد هرامي سرقوا كل اللي بيجوا. كان سوفينير من بوبري رودولفو. ودي تامين بوليس. بوليس التأمين؟ هاي اختصاصك. مظبوط مدام. والاخ بوليس شركه التامين وعم نفتش على الحرامي. حرامي مش موجود هنا. الو مين؟ حرامي بيجو. حرامي بيجو تليفون. لا هيك حدا، خلوا كل شيء مطرحه. الو. نعم انا حسني. حسني مو معقول. انصحك تبعد عن طريقي، مجوهرات مش حتلاقوها ابدا. خلي شركه التامين بتاعتكم تعوض اصحاب المجوهرات. يا حسني لك هذا حرامي المجوهرات على التليفون، كيف عرفنا احنا هون؟ دير سماعه لعندي. لالا ممكن تقلي كيف عرفت اسمي ومنين عرفت اني انا هون او لا؟ انا شايفك على التليفون انت والصرصار اللي اسمه عنتر. انت جايبه عند الست عشان تحققه؟ ما فيش فايدة. لك هذا اسمه مو صرصور، هذا اسمه عنتر كسار راسك، فهمت ولا لا؟ شكرا. إذا كنت صحيح شايفني على التليفون وصف لي شو لابس أنا. أنت لابس فانيلا نبيتي، كمان طويلة، لياقة عالية، بنطلون رمادي، ساعة ذهب، نظارات. يخرب بيت قلبه، وصفني مظبوط. شو الحكي؟ هات لشوف. احمي مؤخرتي. الو اهلين. لك اخي بدنا نفهم، انت حرامي ولا منجم؟ اخرس يا عنتر يا مزيف، خساره الاسم فيك. عم يشتمني. انا مزيف يا لطف.
طيب اذا كنت شاطر قل لي انا شو لابس. اخسى عليك، مش عيب تقلع هدومك قدام واحده ست؟ البس هدومك قليل الادب. أنا جاهزة يا عنتر. لكن أنا مالي جاهز لسه. بدأ فلفل كمان. وضروري الاحتياطات دي كلها؟ طبعاً. بعد ما كلمني اللص بالتليفون وهددني معناها دخلنا بالجد ولازم أتوقع زيارته بأي لحظة. طب مش تفهمني إيه حكاية الفخ ده علشان أقدرها منه؟ عندك حق. قم. شوفي هالقبضة موصولة بسلسلة داخلية للباب، لما بينفتح بيضرب البوكس بقوة 11 حصان. فكرة حلوة قوي. طيب والجردل ده ايه حكايته؟ لما بترجع سلسلة البوكس بتشد الجردل، بتنزل المي المفلفلة على الضحية، بيصحى من الضربة وبتحرحر له عيونه. لازم جربه قبل ما نمشي. خد بالك يا عنتر لا تنضرب. لا تخافي انا اللي عامله. اي يا خبر، التجربه جت فيك؟ قوة الضربة زايدة حصانين، لازم في عطل. جيبي لي جاكيت، تأخرنا عن الجماعة. حاضر. منين العطل؟ ها سلسلة فلتانة. خد البس يلا. يلا حبيبي. ايه مالك تاني؟ نسينا المسدس. قليل ما حرحروا عيوني. ناطر اخد قلبي ومنديلي، روح 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 يا منديل دور علي ناطر منديلة، على نار الشوق ناطر ياخد قلبي ومنديلة، روح يدركني وينساني. فين فين هو فين؟ مين هو مين؟ فين هو فين؟ مين هو مين؟ مين؟ روحي يا منديل. شاكك بشيء؟ يمكن حرامي ماسك له العقد بإيده. لازم نحن لسلامة التحقيق نشك بكل شخص. معك حق.
لحظة لأسمع شو عم يحكوا. عبالك عبالك شو سمعت؟ يا سيدي هدول متجوزين جديد وقال نفسه بولد. دور دور على شي واحد تاني وطير يا مندي. دور دور على شي واحد تاني. اعطيني عدسة الكاميرا. واحد مليون ما عنده كان وماني. فين فين هو؟ فين مين هو؟ مين فين هو؟ فين مين هو؟ مين روح يا منديل دور علي ناطر منديلا على نار الشوق ناطر يا خذ قلبه ومنديلا روح 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 روح, روح. شكرا جميعا. دلوقتي حينطفي النور عشان ارمي المنديل ده، واللي حيلاقيه حيكسب بوسه مني. اطفي النور. انا رميت المنديل. ولع النور. مين لقى المنديل؟ اللي لقى المنديل يتفضل ياخد بوسة. بوسة؟ ظاهر اللي لقى المنديل يمكن متجوز ومكسوف. ايه؟ وانا مالي بقى؟ استاذ جمال انا بعرف المنديل بجيبتك. عرفت ازاي؟ الجيب الشمال. تباين عليك خطير. اتفضل شوف شغلك. اتفضل اتفضل بلاش كسوف. لك كيف عرفت؟ انا اللي حطيته بجيبته. اخص عليك جيبتي ما كانت اقرا. احسنت يا ستي هالة، الغنوة حلوة قوي الا المنديل اللي اختفى. لازم ضاع. يا ترى مين اللي لقاه؟ ناولين الشنطة. ستي ستي بصي المنديل. أظن ده منديل حضرتك. أيوة. تفضلي. ليه ما رجعتوش في الصالة عشان تاخد حقك؟ مش متعود أبوس قدام الناس. أنا بشوفك كتير في الصالة وفي نفس المكان. عندك قوة ملاحظة. هي اللي بتسمح لي ألاحظ حاجات كتير. مثلا الخاتم ده دليل على إنك متجوز. ده خاتم هدية من والدتي. أنت غلطانة المرة دي. عن إذنك أستاذ جمال. مش عايز الجايزة؟ خليها على الحساب. رايحة فين يا هلا؟ انت نسيت انك تحت سيطرتي؟ رايحة فين؟ رايحة البيت. لا دلوقتي حتنامي. بص في عناية. نامي نامي نامي. انت نمت.
انت عجباني يا هلا زي المجوهرات، انت ملك قلبي. انا تحت امرك. هلا. نعم. عاوزك تفكري فيا زي ما انا بفكر فيك، عاوزك تحبيني زي ما انا بحبك. حاضر، انا تحت امرك. لا يا هلا، لا، لازم تحسي بنفس الشعور، لازم قلبك يتكلم زي قلبي. انا تحت امرك. هيجي يوم تفكري فيا زي ما انا بفكر فيك. صباح النور. نمتي منيح؟ ايوه. وانت؟ لسه ما نمت. يا حبيبي يا كمينة، ليه ما نمتش؟ حسني يا فندي بات عنا امبارح وما بقي لي محل. ياه، وبتعمل ايه دلوقت؟ مسدس اناريير. اناريير؟ يعني ايه؟ شوفي اوعى يضرب فيك. قلت لك اناريير بيضرب لورا، يعني رصاصه بدل ما تطلع من هون تطلع من هون. روجارد؟ ياه، شفتي؟ لو المسدس وقع بإيد عدوي تطلع رصاصة فيه. الله، أمال الأستاذ حسني فين؟ يمكن لسه نايم، لازم نصحيه. حضري لنا الإفطار. حاضر. نومه تقيل، لا نضرب له تليفون حلو يطلع مشغول. ممكن تشرف لعندي على المكتب؟ عدم مؤاخذة، أنا تأخرت بالنوم شوي، جاي حالا. أي بسرعة، الفطور جاهز. إيش نفطر بالمكتب؟ لا، على الترابيزة جنبك. ترابيزة. بدينا بالألغاز بالصبح. نمت منيح؟ والله النوم كانت مريحة، لكن غريب كل المنامات اللي شفتها بالليل كانت في المقلوب. اتفضلوا يا جماعة، الفطار جاهز. ايه والله انا ميت من جوعي. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. شو الحمد لله. عليك تفضل. الافطار هذا بيض اومليت. ها. بيض مسلوق، زيتون، زبده، جبنه دنماركيه، وهذا خبز. انت شركه الماكولات العلميه خالد دسم، بدك ما تاخذنا؟ هذا الموجود عندنا. يا دي الفضيحه، ما فيش حاجه من مقامك. حتى الفواكه ما عندنا غير موز، شايف؟ تفضل. ممنون. بدي تقل على معدتي. عن اذنك. برونتو، كي بارلا؟ اهلا سنيور جمال. كاكوستي، شو الحكي؟ امتى؟
العنوان. طيب اتركوا كل شيء بمطرحه، أنا جاي فورا. وقف لحظة، شو صار؟ سرقة جديدة. يا ساتر يا رب، والعمل؟ لازم نروح لمكان السرقة فورا للتحقيق. طبعا يلا بسرعة حبيبي. سلوى العدة، أظن ناسي تلبس شي مو هيك؟ بسيطة هلا بلا جرافة. عفوا، البدلة ضرورية كمان. اتركوا كل شيء بمطرحه، نحن مندوبين شركة تأمين، تسمحوا لنا نشوف شغلنا؟ الحرامي فين؟ أظني هرب بالمسروقات. ومين حضرتك؟ حضرته صاحب البيت والست حرمه. تشرفنا. يعني أنتوا ما مسكتوا الحرامي؟ احنا كنا في الجبل، ولما وصلنا اكتشفنا سرقة العقد. ده عقد غالي جدا يا خويجة. بسيطة بسيطة مدام، كل شيء ممكن يتصلح. اعملوا معروف، ثاني مرة خبرونا قبل ما تحصل السرقة لنقدر ناخذ احتياطاتنا. على كل بهمتك كل شيء رح يرجع لأصحابه. طبعا طبعا، في شوية أسئلة روتينية بريد تجاوبوني عليها. في بالبيت شيء غير حضرتك والست؟ السؤال الثاني، القهوة اللي على وشك من قبل السرقة ولا بعد السرقة؟ لا قبل السرقة. قبل السرقة. عفوا عدم انتباه، عدم الانتباه، ممكن تسمحوا لنا نشوف محل السرقة؟ تفضلوا هناك. شامم شي؟ ريحة بصمات. جبنة؟ هذا مسروق. ها الباب مدام. الصندوق. مدام منديلك واقع على الأرض، تفضل. هي ميم. هي ميم يعني هذا منديلي، منديل الست. هي ميم. هي ميم. صباح الخير. صباح النور. وردة عشانك يا ست هاني. مين اللي بعته؟ اسمه مكتوب على الكارت. ده جمال اللي رجع المنديل امبارح. على فكرة مش لاقية المنديل الأحمر عشان أكويه. في الشنطة؟ برضه مش موجود في الشنطة. عجيبة. أمال راح فين؟ كان في شنطتك ساعة ما سبت الكباريه امبارح. مش عارفة اليومين دول بنسى حاجات كتير. لازم أشوف لدكتور نفساني يعالج للنسيان ده. مش عارفة يا دكتور، بقالي مدة بيحصل لي نسيان. نسيان؟ أيوه، لما بصحى الصبح ما اقدرش افتكر ايه اللي حصل لي قبلها بليله. امبارح مثلا بالليل كان معايا منديل وضاع مني. منديل ضاع منك امبارح بالليل؟ والمنديل ده بتاع ايه؟ منديل بستعمله في الغنوه وعمره ما ضاع مني قبل كده. والمنديل ده كان معاك امبارح بعد ما خرجت من الكباريه؟ ايوه. وبعدين؟ اهو ده اللي مش فاكراه. يمكن وقع منك في العربية. دورت عليه في العربية ما لقيتوش. دلوقتي قوليلي عن حياتك بالظبط ساعة بساعة. بصحى من النوم في وقت متأخر، وزي ما قلت لك بكون ناسية كل حاجة.
بحاول افتكر، بتعب. انا خايفه يا دكتور، لازم تساعدني من فضلك. دي مشكله، المنديل اللي ضاع منك امبارح كان لونه ايه؟ لونه احمر، نفس المنديل. عجيبه هاله، مش قادر اصدق. لا صدق استاذ. يا ابني انت لسه شاب اول طلعتك، من الصعب عليك تدرك هيك امور. ابحث عن المراه شورشيل وفهم. الموقف صار بايدك استاذ جمال، وبطرقك الخاصه ممكن توصلنا لنتيجه. سيبوني اتصرف. يبدو انه مديرك ما حيقدر يفيدنا باعتباره بيحب هالة. شو قصدك؟ قصدي ما لازم نتكل عليه ابدا. والحل؟ الحل نستبدل خادمتها بالسكرتيرة تبعي حتى توافينا بكل حركاتها. معقول جدا، يعني نتجسس عليها. ابتديت تفهم. جيتي قبل الميعاد، مش معقول. اصل تليفونك كان مفاجأة. من ناحية ايه؟ مش هقولك. زي بعضه، كنت خايف ما تعرفيش صوتي بالتليفون. مش معقول، انت نسيت؟ عندي ذاكرة قوية. على كده فاكرة المنديل ده. ياه، وانا بدور عليه من امبارح كنت فاكرة رجعته. وانا كمان لحد ما اكتشفت. اكتشفت ايه؟ انه المنديل كان دايما معايا. لازم نحتاجه له عشان الغنوة. لا، عندي مناديل كتير زيه. يعني اقدر احتفظ بيه؟ على شرط. ايه هو؟ تدفع ثمن. ثمن دي غالي قوي. اعتبره هديه مني، واديني قرش احسن يحصل فرق بيننا. لكن انا مش عاوزه افرقك. وانا كمان، بس مضطره اسيبك. عندي بروفه الغنوه الجديده، ولو اني متاخره في الاصل. يا ترى هشوفك تاني؟ ضروري ضروري. أربع. ليلى، عايزة أغير هدومي. اتفضلي يا ست هانم، البنطلون والبلوز. الله، أنت مين؟ فين ليلى؟ أنا سلوى بنت عمها، كلفتنا أم بخدمتك يومين عقبال ما ترجع من البلد. أصل والدتها تعيش انتي. أمك ماتت. أنا تحت أمرك. أمي ماتت. العمر إليك. مسكينة ليلى، وليه ما انتظرتش تشوفني قبل ما تسافر؟ التلغراف جه في غيابك وكانت ملخومة شوية. على العموم إذا ما كنتيش عايزاني أنا مستعدة أروح يا ست هاني. لا أبدا، بس قصدي يمكن تكون محتاجة الفلوس. يا سلامة على قلبك الكبير، أنا هعمل كل جهدي علشان تكوني راضية عني. باين عليكي لطيفة قوي. اشتغلتي فين قبل كده؟ أنا ما بشتغلش، أصل أبويا عجز وبقوم على خدمته. على كده مش هتفضلي عندي في البيت. هجيلك يا هانم، بس لو تسمحي لي أروح بالليل. هحاول ما تعبكيش كتير. ميرسي قوي، ميرسي. تفضلي، هذا الظرف فيه 200 ليرة. لا ترجعي قبل 40 أمك. لا تورجينا وشك قبل ما نبعت لك خبر. أنا تحت أمرك. يلا الشمس بهالكف، حطوا القمر التاني كف. لو حطوا الشمس بهالكف، حطوا القمر التاني كف. ما بتغير لا ولا بتبدل لا ما بتغير ولا بتبدل. عن حبك ابدا ما تكف،
لو حط الشمس بالكف وحط القمر الثاني كف لو حط الشمس بالكف وحط القمر الثاني كف لو حط الشمس بالكف وحط القمر الثاني كف ما بتتغير لا لا ما بتتبدل لا لا ما بتغير ولا بتبدل عن حبك ابدا ما بكف لو حط الشمس بالكف وحط القمر الثاني كف يا بول جبين العال حبك غني ببال يا بول جبين العال حبك غني ببال لو بيطقوا عزالي ما هون ابدا ما بصف يا بول جبين العال حبك غني ببال يا بول جبين العال حبك غني ببال لو بيطقوا عزالي ما هون ابدا ما بصف ما بتغير لا لا ولا بتبدل لا لا ما بتغير ولا بتبدل عن حبك ابدا ما بكف لو حطوا الشمس بالكف وحطوا القمر الثاني كف لو حطوا الشمس بالكف وحطوا القمر الثاني كف لو حطوا الشمس بالكف وحطوا القمر الثاني كف ما بتتغير لا لا ما بتغير ولا بتبدل عن حبك ابدا ما بكف لو حط الشمس بالكف وحط القمر الثاني كف لو حطوا الذهب قبال ما بتتغير احوالي لو حطوا الذهب قبال ما بتتغير احوال على غيرك والله يا غالي مش ممكن هاي نترك لو حطوا الذهب قبال ما بتتغير احوال لو حطوا الذهب قبال ما بتتغير احوال على غيرك والله يا غالي مش ممكن هاي نترك ما بتغير لا لا ولا بتبدل لا لا ما بتغير ولا بتبدل عن حبك ابدا ما بكف لو حط الشمس بالكف وحط القمر الثاني كف لو حط الشمس بالكف وحط القمر الثاني كف لو حط الشمس بالكف وحط القمر الثاني كف ما بتتغير لا لا ما بتتبدل لا لا ما بتغير ولا بتبدل عن حبك ابدا ما بكف لو حط الشمس بالكف وحط القمر الثاني كف هلا تغيرت قوي اليومين دول
أنا خايف حكاية المنديل اللي ضاع تعقد لنا الأمور. الأمور تنيلت من يوم ما ظهر عنتر. معاك حق. لازم نبعده. تحب أخلص عليه؟ لا لا، أنا مش عاوز جرائم قتل. إحنا عاوزين نهدده بعلقة سخنة تكون درس له لولادي في البيت. اسكت يا عبيد، أنت فاكره كده؟ ده واد خطير مسلح، ده لازم واخد احتياطاته الكافية عنده في البيت. اسمعي يا صوصر، اطلبي عنتر على التليفون واعملي نفسك معجبة بيه، وبكلمتين منك بقى تروحي واخدة منه ميعاد في كازينو البحر. وبعدين؟ لا قلتيلي بعدين. بعدين الباقي حيقوم بيه سامي ومأمون. اسمع، ما تنساش اللي قلتلك عليه، أنا مش عاوز جرائم قتل. وإزاي أروح له وأنا عمري ما شفتوش؟ هي سوسن هتقولك عنه كل حاجة. سوسن دلوقت. برافو عليك والله، كيف قدرت تستحصل على صور المجوهرات المسروقة؟ سرقتهم من الحرامي، صورتهم ورجعت له ياهون. شو الحكي؟ والله أنا شايف عقلك رايح بتخنق. سأل كمان البيضة مين بقضى؟ صحيح، البيضة مين بقضى؟ ألو يا عنتر صن أوف حداد ديرو عنتر هيم سيلف سبيكينج. يا مين؟ أهلين تحسين. نعم لحظة سلوى، أعطيني الدوسية رقم 3 والله. حاضر. مين على التليفون الحرامي؟ لا لك معجب يطالب يتقابلني. ايه ايه كيل بارلي. نعم لا بقصد شو الحكي. يا حريشك. ايه بس شو الاعجاب دون سابق معرفه. لك يقبوش يقبوش الهي. ايمتى؟ طيب لحظه لاشوف دفتر المواعيد. موعد غرامي؟ ايه ما سمعت طالبه تقابلني ولا بعرفها ولا بتعرفني. وراح تروح؟ لا. ليش لك راح تشوف جدول المواعيد؟ يمكن روح. لا بترجاك خليني روح انا. انت عندك سلوى مثل القمر، اما انا منو؟ عندك حق. الو طيب رح بجي. بس كيف بدنا نعرف بعضنا وما سبق شفتيني؟ رح البس واقف فوق. رح البس كنزه حمراء قبة عالية وجاكيت سبورت بيتي بول. بدي بول بول يعني رجل فرخة، وبنطلون رمادي سادة، وححط وردة حمراء على صدر الشمال. ايه كازينو البحر. طيب لا ما بتأخر مسافة الطريق. أرفوار شيري أرفوار شيري. مع السلامة. ممنونة. وهي شو رح تكون لابسة؟ لا تخاف بس تشوفك تعرفك. باي باي جود لك. ما فيش جوسي برقم 3. بعرف. حضرتك الأستاذ عنتر؟ ابن حداد. أنا باي باي. أنا وعد. طول بالك وقف. لك أنا مو أنا. لك يا أخي وقف نتفاهم شو بتقول. كفاية يا عنتر، أنا خايفة يطب علينا حسني. حسني بكون غرقان هلأ مع معجبتي لشوشته. إيه الله يهني. ظاهر البنت اللي كنت معها غرامة من النوع العنيف. ما باع
فاستك؟ عضتك؟ أصبح يا ملعون تماديت معها لحتى صار فيه هيك هيك. شو أحكي؟ هذا ما فخ من جماعة الحرامي كان المقصود في جنابك. الله سلم، منيح اللي اجت فيك والله. كتر غيرك. لك شو رح تعملي؟ لا تمدي ايدك عليها، بدي اخذ بصمات شفايفها بالاول. ولي عليها هيك بيبوسوا العالم؟ لك هلا وقتك وقت بصماتك، خليها تسعفني رح اموت. انا من الاول شكيت بانه هذا مقلب من هلا وبعتك حتى اتاكد. صحيح، كتر خيرك. امسك آلة اخذ البصمات. لا تهز حتى ما اطلع البصمه فلو. دير وشك. وجاي تسيم. وايه العمل دلوقت؟ وين صور المجوهرات؟ أهم. لازم نقطع الشك باليقين. خديهم للأستاذ جمال مدير الشركة، خلي يعرضهم على هالة بشكل غير مباشر، انديريكت. حاضر. وشو رح تستفيد من عرض الصور على هالة؟ حتى ناخذ ردة الفعل عليها. نشوف ردة الفعل علي. خلاص. عندك حق، هاي مو بصمات شفايف. في صحة السعادة. لا، في صحة سعادتنا. في صحة سعادتنا. التعاسة برا وبعيد. التعاسة برا وبعيد. لا، في صحة الحب. هو فين؟ موجود قاعد معانا. مش شايفه. لكن انا شايفاه. شايفاه فين؟ في عينيك. وانت؟ وانا كمان شايفه في عينيك، في قلبك، في روحك، في كلك يا هالة. قد ايه انا سعيدة يا جمال. وانا كمان. بالمناسبة دي عاوزك تنقي هدية من المجوهرات دول، واللي هتعجبك هتكون عندك بكرة. أنا ما بحبش الحاجات اللي بتلمع. أمال تحبي أجيب لك إيه؟ كفاية جبت لي السعادة يا جمال. هشوفك امتى؟ بكرة. بكرة امتى؟ هكلمك في التليفون. هستناك بكرة التليفون الساعة 12. تصبح على خير. كنت فين؟ دورت عليك في كل مكان. لما اسألك سؤال ردي عليه، كنت فين؟ أي إيدي. كنت فين؟ ده شيء يخصني أنا، محدش له دخل في حياتي. حياتك وتصرفاتك ملكي أنا، أنا الآمر النهي. كنت فين؟ يعني مصممة على السكوت.
هلا هلا. دلوقتي حتنامي، أأمرك تنامي، أنت تحت أمري، نامي، نامي. أنت نايمة، أنت تحت سيطرتي. أنا تحت أمرك. تعالي. عودي، كنت فين؟ كنت مع جمال. مين جمال ده؟ شاب بحبني وبحبه. اشتغل في شركة تأمينات؟ أيوة. مين اداك الصور دي؟ جمال، عشان انقي منهم هدية. امتى هتقابليه؟ هيكلمني بكرة في التليفون الساعة 12. بكرة مش هتردي عليه بالتليفون. جمال ده بالنسبة لي غريب، ما بتحبيش غير شخص واحد، أنا. ما بتحبيش غير شخص واحد، أنا. حاضر، ما بحبش غير شخص واحد، انت. مش هتسمعي كلام حد، كلمتي هي اللي هتمشي. حاضر، انا تحت امرك. خطر ببالك شيء؟ لا ولا أنا. شوف، باعتبار صور المجوهرات ما أحدثوا تأثير على هالة، معناتها نحن أمام أمرين. إيوة، إما هلا لصة أعصابها قوية كتير، أو في إلها عميل بالشركة عم يبلغها عن خططنا سلفا. كلام معقول، وبمين بتشك؟ لنقول المدير مثلا. أبدا أنا مو من رأيك. لكان أنا. لا استغفر الله، ولا خطر ببالي والله. أصبح أنت ما في غيرك. لا خليها المدير لك. الو سلوى، حول. الو عنتر، حول. في شكوك حول مدير الشركه الاستاذ جمال، راقبين لي اتصالاته بهالة منيح. انتهى. الو مين؟ لحظه واحده، تليفون عشان حضرتك. الو 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 الو، هلا جمال بتكلم.
فزعان يحبك، فزعان يحبك يا حبيبي، حبي يأذيك خد مني قلبك يا حبيبي، الله يخليك يا حبيبي يا حبيبي. التعاسة مسيطرة عليك النهاردة، مش فاهمة حاجة من اللي بتقوله. حضرتك مين؟ أنا مين؟ أيوة أنت مين؟ أنا معرفكش. لكن أنا أعرفك. من فضلك ما عنديش وقت. والمنديل ده برضو مش فاكراه؟ عندي مناديل كتير زيه. طيب فين صور المجوهرات؟ معرفش. لوك ليش مالك منزل المرسي؟ مالك شايف الموج عالي؟ آسف. ما لقيته غير المحل الاجتماع؟ هذا مكتبي السري. اتأخرت دقيقة ونص. ليش ما بلغتينا الأخبار المهمة باللاسلكي؟ اتصلت بعنتر مرتين ما ردش. جهاز اللاسلكي تبعي عند البويجي. هاتي لشوف شو الأخبار المهمة اللي عندك. جمال اتصل بهلا مرتين، قفلت السكة في وشه. وشه؟ حلو، وبعدين؟ أم جالها البيت، عملت نفسها ما تعرفوش. شفت؟ لا والله ما شفت، هي اللي شافت. بقصد شكوكي بالمدير كانت بمحله. هما حسوا بالخطر، حاولوا يبعدوا عن بعض كأني ما فيش حاجة بينهم. يعني بيمثلوا علينا كمان. أنا غير مقتنع. شوف، بدنا زبون جديد يأمن على شيء ثمين بالشركة. وشو بنشتهي؟ رح فهمك. شوف، لما الزبون بيمضي على بوليصة التأمين نطلب من جمال يخلي موضوع البوليصة الجديدة سري. في حالة اللي عرف الزبون الجديد يبقى المدير له يد في السرقة. حتى لو المدير بريء، بهالطريقة حأعرف مين العميل بالشركة. معقول؟ وبتبقى المجوهرات تحت مراقبتنا وبنمسكه بالجرم المشهود. بس مين الزبون؟ موجود. مين؟ خالي. ايش ان شاء الله ما تكون تعبت كثير. الحمد لله خالي بالبيت. شو عرفك؟ هاي الكاردو فيزيت تبعه. شرفنا. شرف. خال، شو بتقدر قيمته الزنار هلا؟ والله السنه بيسوى 20,000 ليره.
سنة الجاي بيسوى 21,000، واللي وراها 22,000، كل سنة بزيد 1000. طبعا باعتباره أثري وقديم، عقبال 100 سنة إن شاء الله. هذا سبب كافي بعتقد يقنعك إنك تأمن عليه. بعدين ما سمعتوا عن المجوهرات اللي عم يأمنوا عليها عنا بالشركة وعم تنسرق؟ بلا بلا، أنا سمعت، ومشين هيك ما بدي أمن عليه. غلطان يا خالي غلطان؟ إذا انسرق لا سمح الله، تدفع لك قيمته شركة التأمين. يا خال الأمان بالله. ما اختلفنا الأمان بالله، بس كمان اعقل وتوكل. ولو يا أبو النور، لا تكسبوا ابن أختكم. بعدين نحن راكدين لمصلحتك. طالما راكدين لمصلحتي، ليش لحقين مشان تقنعوني؟ مشان مصلحتك. والله أنا شايف إنه جدي حيلعب عائلتي. عاد تفضل معنا على المكتب لنمضي العقد لك. يلا قوم. توكلنا على الله. أبو النور العنزروتي. تفضل يا خيي. مبروك يا سيد أبو النور. الله يبارك فيك. والله لو جدي بقوم من قبره بشوفني عم بسبح المصريات بده يرجع يموت مرة ثانية. إن شاء الله بتعيش وبتدفع كل سنة القسط يا خالي. مبارك يا مستر أبو النور. ممنوني. لا، اترك الدوسية عند المدير. ليه هو أستاذ عنتر؟ عادة الدوسية هاد بحفظها عندي. غيرنا عادة. ليه يا أستاذ عنتر؟ الدوسية لازم تنحفظ عندك يا أستاذ جمال. موضوع هالبوليصة لازم يبقى سر. سر؟ أرجوك أستاذ جمال، أنا مسؤول عن هالقضية وأنا اللي بتخذ القرارات. خيي أنتوا ما تختلفوا، اجمعوا كل الوراء واعطوني اياهم، انا بحطهم عندي. لا خان ما في خلاف، هي مصلحتنا. استاذ جمال، هاي البوليصة بدي طبق عليها الخطه اكس على 10. شو اكس على 10؟ انا ما فهمت شيء ابدا. ولا انا. عاد اسمك وخاطركم يا اخي. الله معك خالو. ايش خان؟ لا هي ما دخلت البوليصة التامين خال. شري. في شخص بالشركة عم يقوم بدور العميل للص وعم يبلغوا عن المؤمنات. لا لا تظني انه الموضوع موجه إليك، بس انا شاكك بالمدير. المدير؟ مش معقول. شوفي، اذا اللص عرف ببوليصة التأمين الجديدة بتكون شكوكي عن المدير صحيحة، لذلك بدي منك خدمة. بتأمر يا أستاذ عنتر، عايز مني ايه؟ اظن مكالمات المدير التليفونية بتمر من عندك ما؟ طبعا. بتراقبي لي كل مكالماته الهاتفية وبتبلغيني عنها اول باول. وهو كذلك. في شيء اهم، فاضية الليلة الساعة 9؟ انا اسفة، عندي معاد. خسارة، وانا كمان مو فاضي. I mean I am not empty. Goodbye. أنا سعاد، في عميل جديد مضى بوليس التأمين ب 25,000 ليرة. عنوانه؟ مش عارفة، المدير احتفظ بالبوليسة حسب تعليمات عنتر. حاولي تديني العنوان بأي شكل. لا مش ممكن، عنتر ابتدى يشك. صرف. لكن دي عايزة وقت. الخط مشغول يا أستاذ جمال، لما يفضح اديهولك. المدير عايز أسمع. كان عايز الخط. هي أول مرة بنصبر نطي، على كل إنك كسبنا شوفتك. أستاذ جمال؟ أيوة. حضرتك طلبت شي خط من السكرتيرة؟ لا أبدا. ليه؟ في حاجة؟ لا شكرا. طيب شو دخل سكرتيرة المدير بالموضوع؟ السكرتيرة هي أول الخيط اللي حيوصل لنا النتيجة. تفضل. اتفضل. لكن انا شفتك بتثق فيها كثير. شوف، لحتى تكتشف حقيقة انسان لازم تشعروا انك بتثق فيه. بنشرب قهوة ما؟
معقول. طيب شو رأيك بالمدير؟ يا سيدي المدير عمري ما شكيت فيه. ألو؟ أيوة سلوى حول. في دكتور نفساني اسمه صبري اتصل بهنا مرتين النهاردة، يظهر إنه طبيبها الخاص وحتروح له بعد شوية. حول بجوز يقدر يفيدنا بمعلومات عن هالة، لازم أعمل له زيارة. العنوان حول عمارة أبو زيد شارع الهلالي نمرة 24. حول حاولي تأخير هالة حتى أقدر أوصل قبلها وواجه الدكتور. انتهى. ألو سعاد، بتعرفي شخص اسمه الدكتور صبري؟ إيه لا أبدا. ليه في حاجة؟ سلامتك، بس أنا رايح لعنده، لو طلبني المدير اتصلي فيه لعيادته. شكرا. هأطلب الفنادين. طالما في شبهة حول البنت شلون تعطيها فكرة عن تركلاتك؟ خفف لي سؤالاتك شوي. طيب أملها مراقبة على الأقل. يا أخي لا تخاف، مراقبة طول الوقت، البوليس عم يقوم بالمهمة. بوليس؟ روح لشغلك ولا تترك بيت أبو النور حسب الخطة المرسومة، وخلي لي عيونك مفتحة. طيب وهو كذلك أساسا تأخرت عليه، أنا قهوتي بعدين بشربها. روان ألو أنا سعاد، عنتر جاي عندك في العيادة. أيوة أيوة متأكدة، لسه مكلمني دلوقتي. شكوك عنتر كانت في محلها. عباس شددوا المراقبة على البنت سعاد، وبدي معلومات وافية عن دكتور صبري يوسف وبسرعة. حاضر. عايزين نستقبل عنتر ده كما يجب. يمكن دي فرصة علشان نخلص منه. قلت لك قبل كده أنا مش عاوز جرائم قتل. أنا عندي طريقة. لا أنا عندي طريقة أحسن، تبعد عننا كل الشبهات. دكتور صبري موجود؟ نقول له مين؟ عنتر ابن حداد. عايز تقابله؟ طبعا. اتفضل. معلش بستنى دوري. لا لا اتفضل اتفضل. الاستاذ عنتر ابن حداد الدكتور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ممكن نتحدث على انفراد؟ طبعا بكل سرور. اسمحي؟ حاضر. اسمحي أفندم. الداعي عنتر ابن حداد بوليس سري خاص. سبق وقلت لكم إذا ممكن نتحدث على انفراد. طبعا بكل سرور. تفضل. أظنك سمعت عن سرقة المجوهرات اللي حصلت بالمدة الأخيرة. سرقة مجوهرات؟ آه قريت عليها بالجرايد. صح. لكن إيه المناسبة؟ المناسبة أنا استلمت التحقيق بهالموضوع، والأشياء الغامضة اللي اكتشفتها خلتني أقوم بزيارتك. أرجوك وضح اللي أنت عاوز تقوله. ممكن أعرف صلتك بهالة؟ مفيش أي صلة خاصة، مجرد زبونة بتيجي العيادة للمعالجة زي غيرها. لذلك أنا جاي لعندك حتى تساعدني. أساعدك؟ أساعدك إزاي؟ وإيه علاقتي أنا بالموضوع؟ بريد شوية معلومات عن هالة. ليه؟ في شكوك من ناحيتها لا سمح الله؟ الحقيقة في دليل لكن ما هو كافي.
زي ايه مثلا؟ منديلها الخاص مكتوب اسم عليه، لقيناه بمكان احدى السرقات. عجيب، دي حاجه ما تتصدقش. على كده انا همنعها من دخول عيادتي. بالعكس، انت لا تظاهر بشي، خلي الامور ماشيه طبيعي، لاني نصبت فخ لاتاكد اذا كانت هاله هي السارقه ولا لا. صحيح مش من اختصاصي اسالك ايه هو الفخ، لكن بالعكس انت صرت منا وفينا وما بيتخبى عنك شيء. تسمح؟ جبت عميل جديد للشركه امن على مجوهرات ثمينه، وانا استبدلت المجوهرات الحقيقيه بمجوهرات مزيفه وامنت عليها مراقبه دائمه. والمجوهرات الحقيقيه موجوده فين؟ انا مخبيها وما حدا بيعرف محلها غيري. يا سلام، اما صحيح فخي محكم. ايه رايك لو ساعدتك في اكتشاف الحرامي؟ يا ريت يا دكتور. يبقى لازم تثق فيها. كل الثقه. ممكن تتفضل معايا؟ يلا تفضل اقعد. تسمع بالسيجاره؟ انت لازم تنام. بس انا مالي نعسان دكتور. بص في عينيا. مو باين شي. بقول لك نام نام. انت نايم. انا صحيان دكتور، وبعدين شو مناسبة النوم؟ انت باين عليك عنيد ومش هتيجي بالليل. سامي سامي سامي. نعم، علموه ازاي ينام. مأمون. دكتور انا نعست بدي نام. عايز تنام؟ كان لازم من الاول يا عنطر. اجمد كده. انت لازم تنام، لازم تنام. انت نايم. دكتور دكتور هلا جيت. سامي اخفوه. اهلا وسهلا. الدكتور موجود؟ ايوه في انتظاري. امال ليه قافلين الباب؟ اصلي كنت تعبان شويه ومنع الزيارات. معلش هرجع في وقت تاني. ازاي ترجعي في وقت تاني؟ لا لا لا، ده انت حاجه تانيه. اتفضلي اتفضلي. الو سلوى، حول سلوى، حول سلوى. اس او اس سبيكينج. حول سلوى، حول. الو سلوى، حول. الو عنتر، حول. اتصلت فيكي مرتين كان صدرك مشغول. حول. لا انا في الحمام. حول. سلوى، الدكتور صبري له علاقه بالعمليه وانا بعيادته، موقفي خطر كثير. تعالي بسرعه لانقاذي ولا تنسي المسدس اناريير. ادخلي العياده بصفه مريضه. حول. مفهوم مفهوم، انتهى. ايه نعست ولا لسه؟ نعست كتير دكتور. كويس، يعني دلوقت هتنام. حاضر. لا مش كده. سامي دكتور فهمه بدنا ننام.
تعال هنا. انت قلت لي عايز تنام مش كده؟ اخضع لامري. بص في عينيا كويس. بص هنا. اجمع حواسك كويس. فتح عينيك. فتح عينيك. فتح عينيك. فتحناهم يا دكتور. اجمد. بص في عينيا. بص في عينيا. انت نايم. دلوقتي هتنفذ كل اللي هقولك عليه. حاضر، انا تحت امرك. اولا حسني ومدير شركة التأمين دول أعدائك. حسني والأستاذ شمال أعدائي، الله يخرب بيتهم. والمجوهرات الحقيقية حد غيرك يعرف هي فين؟ أبدا، أنا خبيتهم بإيدي. إذا هتروح تجيب لي المجوهرات. أنا تحت أمرك. ما نبعت هلا أحسن. لا، دول مراقبينها وبيشكوا فيها. أنا عاوز لو شافوه يفتكروا بأنه هو لص المجوهرات. فكرة حلوة. راقب الكوريدور. والله عمري ما سمعت هيك شحاض وشاري. وليش هالحكي اللي بيهرب القابليه؟ هرب القابليه؟ لانه هالتأمين حيكلفني اكل اكثر من حق زنار دير. ليش دخلك بكتر ما عم تقوموا بواجبي؟ عم باكل مثلكم من حواض البيت. يا جماعه يا هو، حدا بيجيب مصيبه بسو. كتر خيرك، هذا فوق ما عم عزف حالي واحرس لك زنار ذهب. ذهب؟ اسم الله عليك. ان شاء الله حتضل قاعد عندي هون تاكل وتشرب وتنام مشان تبقى حارس على طول. لا، ست ايام بالاسبوع بس. يوم عطلتي رح يجي نوبتشي تاني يحرس عواضي، هذاك اكله قليل. وهالحالة حتستمر لامتى؟ لحتى ينسرق الزنار تنتهي مهمتي. ان شاء الله ينسرق الزنار لاقص مني. وين؟ ما بدك تاكل؟ اكل، ليش خليك الاكل؟ لا انت كان دبر حالك بالمطعم، دوم يكفوني ايديهم. مش ضروري. كيف صارت الخطة؟ هيك. شي حلو، حامية حرامية. تاكسي تاكسي.
يا سلام، صبري يوسف طبيب نفساني مزيف وماضيه حافل بالجرائم. عملنا طيب اللي طلبنا التحريات عنه من انتركور لندن. عجيبة. الدكتور صبري يوسف الحقيقي كان طبيب نفساني ومات بلندن اثناء زيارة علمية. وإله أخ توأم، والانتربول بيطارده من سنتين بأكثر من تهمة. الو، ايوه حاضر، تفضل. الو، ايوه يا حسني. استاذ جمال، كشفت حرامي المجوهرات طلع عنتر اللي كنا مغشوشين فيها المقصوف الرقبه. صدقني شفته بعيني. بعدين بحكي لك التفاصيل، هلا الحقني. انا بعماره ابو زيد شارع الهلالي الطابق الخامس. طيب مين دي؟ دي سكرتيرتي واكبر عدوة لي، كنت ناسيها. عنتر! رشي! جبت الامانة؟ ايوه. تعال معي. لسه ما انتهيتش من المهمة. ازاي؟ لازم خلص على عدوي حسني، كان ورايا طول الطريق. اخفى عليك يا عنتر يا خاين! قلنا خرسي! هو فين حسني ده دلوقتي؟ لازم بالكوريدور بيراقب. برافو عليك عنتر، برافو عليك. دلوقتي يا شاطر عايزك تخلص على أعدائك. عارفهم؟ عارفهم يا بيه، حسني والسكرتيرة بتاعتي، دول ألد أعدائي. برافو عليك يا عنتر، يلا بينا دلوقت نخلص عليهم. تحت أمرك يا بيه. خد المسدس ده، يلا بينا يا شاطر. دلوقتي يا بطل وريني جدعنتك وخلص عليهم. اخلص على مين قبله، سلوى ولا حسني؟ سلوى طبعا، عشان قلبها خفيف ويمكن ما تستحملش منظر حسني هو بيموت. اضرب. انا تحت امرك. ايه
ما فشل انا شو بيخصني؟ حرامية ما بعرف. سلوى وسلسة ناريير اضرب يا شبان. يا نص لا دي كلمة كبيرة قوي. انت شايف المجوهرات دي؟ عشاننا احنا الاتنين. انصحك ما تقربش مني. هلا بصي في عينيا هتشوفي قد ايه انا بحبك. خطوة تانية وحاضرة. لا مش ممكن تضربي. انت عارفة اللي بيقتل الجزاء والحبس او الاعدام مثلا. حرام قوامك الجميل ده يتمرجح على الحبل. قلت ايه؟ قلت انك حقير. انا نبهتك. حسبي على حسبي. أنا هذا الحرامي منوم مغناطيسي وأنا عملت حالي نايم وسرقت حتى أعرف وين مخبي المجوهرات. يعني ما كنت أنت نايم مغناطيسيا؟ لك أنا ضد المغناطيس. أنت ماغنيتيك. وقبضت علي ليه؟ ما شفتي واحد من جماعته كان عم يراقبني بالكوريدور؟ مضبوط. طيب هلا المجوهرات المسروقة وينه؟ تعالوا معي. يلا يلا. مريض بقى عصبي عم يستناك. شايف العصبي صار معك. روق دكتور. اختفى. ما معك رصاص تعال نومني وخذ فشاكاتي. لك جبان.
لك قصدي هون هون. فاضي الليلة الساعة 9 بالزنزانة وأنا كمان مالي فاضي. أنتوا تحت تأثير مغناطيسي أنا. إحنا تحت أمرك. حكمت عليكم بالزواج مدى الحياة. إحنا تحت أمرك. هاي يا عفريت. المجوهرات مضبوطة. أحسنت يا عنتر. احترامي سيدي. برافو عليك، هلا صرت بتستحق بقية اتعابك. القسط الثاني هاي الشيك تبع القسط الاول. يا ابني يا حسني البوليس ما بيقبض. ليش انت بوليس رسمي؟ نعم وقمت بواجبي، انا تحت امرك. انا اللي تحت امرك. تفضل لوصلك.